ما ده دي كانت فانيله الزمالك زمان يا فندم؟ اصل الزمالك لابس مخطط واخد بالك الاول يعني دي جماعه فانيله الزمالك زمان يعني لبس دي كان دي وبعدين لبس برضه مخطط زي الفرقه دي كذا كذا طقم لبس لحد ما استقر لحد ما استقر على اللون الاخير ده لو بخطين. طيب دكتور بس دي بس انا جبت الصوره دي عشان حضرتك تشوف من سنه كام دي 34 يعني من 34 وشوف 19 يناير 34 العلاقة بين الزمالك والأهلي طبعاً يستعينوا بلاعب من نادي الأهلي ده احنا شفنا الفناجيلي وصالح سليم وشفنا يعني مختار التشد رموز الأهلي كمان يعني 34 بيستعينوا بيها 62 في ماتش توتنهام كان الأهلي والزمالك يعني لعب مع الزمالك كابتن صالح وكابتن رفعت وكابتن ميمي الشربين وكابتن طه اسماعيل وكابتن عادل هيكل وكابتن ريعو والزمالك كان صاحب الدعوة صاحب الدعوة وساعتها قالوا منتخب الأهلي والزمالك ودي في ملعب الزمالك ودي فانيلة الزمالك يوميها بقى انا شفت الماتش ده يوميها حضرتك كابتن حماد امام جاب جول مش ممكن فانا حتى بقى انا ما شفتش في حياتي جول زي كابتن حماد اللي جابه ده ده احسن جول شفته في حياتي اللي جابه في توتنهام وكل الناس كتبوا عليه حتى هو بيقول لك احسن جول سجلته في حياتي في توتنهام ده يا جماعه دي مدرجات الزمالك اللي تهدد بعد كده وده استاد نادي الزمالك كان بيبقى مليان عن اخره اتفضل يا كابتن فشوف حضرتك قد ماتش توتنهام وفي ماتش برضه ريال مدريد استعانوا باتنين من الاهلي فكان من الثلاثينات لغايه الستينات لغايه بيستعينوا من اللعيبه عشان كده كان مفيش فرق اهلي وزمالك حتى صباح كانت بتغني لهم انت بين الاهلي والزمالك طيب انا حضرتك يعني مشهور ما شاء الله بالتاريخ والتوثيق عايزين بقى النهارده نعرف من الدكتور احمد شيرين عبد الرحمن فوزي اللي ما يعرفوش حد عن تاريخ نادي الزمالك لانه انت منجم وحضرتك شهير بالموسوعات وموسوعه نادي الزمالك انت عملتها تدرس الحقيقه وهي تحفه دائما ما بتهديني نسخه كتر خير حضرتك طبعًا يعني طبعًا بالموسوعات اللي حضرتك بتعملها